بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 7 دجنبر 2017، الموافق 18 ربيع الأول 1439، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل بعض مؤسسات التعليم الثانوي، مشروع مرسوم معدل لبعض الترتيبات، مرسوم رقم 034/2011 صادر بتاريخ فاتح فبراير 2011، القاضي بتنظيم شهادة البكالوريا، بيان يتعلق بوضعية خليج القلب بنواذيبو، وسيتدخل وزير التهذيب الوطني ووزير الصيد والاقتصاد البحري لشرح مضمون المشروعين والبيان كل فيما يعني. وقبل أن يتدخل السادة الوزراء، أود باسم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية أن أهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الاستقلال الوطني في ذكراه 57، والتي تمت تخليدها في مدينة كيهيدي، والتي تميزت أيضا برفع العلم الجديد والنشيد الوطني. ونشكر المواطنين على تفاعلهم الإيجابي مع العلم الجديد والنشيد الجديد، والشكر موصول إلى سكان كل من ولاية تقانت، براكنة، غورغول والحوض الغربي على حفاوة استقبالهم لفخامة رئيس الجمهورية. شكرا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتحويل بعض مؤسسات التعليم الثانوي، ويدخل إنشاء هذه المؤسسات في إطار السياسة المعتمدة الدولة لتوسيع عرض منظومة التربوية والاستجابة لمتطلبات الوطنية. وبالخصوص تم استهداف المشروع، تم موجب إنشاء 15 إعدادية في الوسط الحضري والريفي، وتحويل تم عفوا إنشاء 22 إعدادية في الوسط الريفي والحضري، وتحويل 15 إعدادية إلى ثانويات، وتسوية بعض المؤسسات اللي كانت وضعيتها تطلب تسوية بعض المؤسسات. الهدف منه هو أولا إعطاء جميع الأطفال اللي يوفوا المرحلة الأساسية إعطائهم الفرصة لياكي يتابعوا مسارهم التربوي على مستوى التعليم الثانوي. هو الحد من الفوارق بإنشاء إعداديات ريفية استفاد منها المناطق الريفية وبعض الأحشاء الهشة في المدن الكبرى، وكذلك هو التقليص من الفوارق اللي موجودة بين بعض الفئات، وخاصة الفوارق بين الرجال والنساء. إن من الهدف أيضا إنشاء الإعداديات هو تشجيع تمدرس البنات. وعلى مستوى، كيف تعرفوا، على مستوى التعليم الثانوي هاي السنوات الأخيرة تم في ضغط كبير نظرا للتحسن في المنظومة التربوية ونظرا للطلب المتزايد، لأن لين خلصوا الأعداد من 2011 إلى ذلك حكما مشات زادت 100%، مشينا من حوالي 90,000 تلميذ في المرحلة الثانوية بشقيها الأول والثاني، اليوم السنة الدراسية مفتوحة عندنا 180,000، وهذا بفضل جهود أولا اللي قامت بها على تحسين المؤشرات اللي هو إكمال المرحلة الأساسية، وبفضل أيضا السياسة اللي اعتمدت الدولة توسيع العرض التربوي. ومواكبة لتزايد الطلب وسعيا للتقليص من الفوارق ولتحسين من تمدرس البنات وتغطية حاجات البلد، تزايد الدولة السياسة في توسيع العرض وإنشاء المؤسسات التربوية. المشروع الثاني يهدف إدخال بعض الإصلاحات على مستوى الترشح
والمترشحين للبكالوريا الوطنيه. كيف تعرفوا قام بقدر من الاجراءات لتحسين وتنظيم العمليه من نفسها بما في ذلك تنظيم الامتحانات والتحضير لهم والتصحيح. يقال تبقى ان هناك نظرا لضعف نسب النجاح في البكالوريا ونظرا لبعض ضبط المعايير اللي يلا يترشح المترشحين خلق فيه تراكم اللي انعاد عندنا اعداد هائله من المترشحين اللي مبدئيا ما كانت يلا تترشح وثانيا وجودها وانها تم سنويا نفس الاعداد تترشح من جديد ولا تنجح يطلب ان نقوم بعض الاجراءات اللي كاشبه اللي اعداد هائله تنظيمها اولا ما هو سهل. طواقم التصحيح وطواقم الرقابه تعدل عليها الضغط وكلفتها تقد تعود ملي ما هي مبرا. وعلى ذلك المشروع يهدف انه لاي يطر اصلاحين. الاول اولا اللي خرص المعطيات هو حوالي 50% من المترشحين عندهم سن يتجاوز السن اللي يلا وتحدد فيها كاع في المرحله الابتدائيه يتخطاوا 22 سنه. هذا نتكلم على مستوى البكالوريا، هذا مستوى مترشحين على مستوى البكالوريا كانت عندنا حكما 49,000 مسجله السنه الماضيه في البكالوريا 2017 فيها 4,000 ما يزيد 24,000 سنهم متخطي السن اللي يلا يعودوا فيها في المرحله اللي البكالوريا. ولين يخرص اللي هو ملي قريب من 79% من هذه الناس اللي متخطيه السن واللي تعود تجي بطرق ما هي منتظمه ما تلحق درجه معقوله قد انها ما تلحق 25 ما تجبر رتبه علامه 25. اذا الاصلاح النقطه الاولى منه شنو؟ ان المترشح كامل يزيد اللي ما يجبر نتيجه تزيد على 25 ما تلحق له يترشح. ياك ما يخلق ضغط ويخسر تنظيم وكلفه لا داعي لها وهو معناه ان مؤهلاته ما تقدر تسمح له بانه. النقطه الثانيه هو تتعلق بالحق في الرسوب. المنظومه التربويه عندها معايير وتعطي الحق في ان تلميذي ما نجح في السنه العاديه والله ما نجح في البكالوريا عنده الحق انه يعيد يعيد السنه في نفس المؤسسه اللي كان فيها والله مؤسسه اخرى حسب بعض الضوابط. يقين على مستوى البكالوريا هاي الضوابط ما هي مطبقه لان قد ود في ثغره. على مستوى التعليم الثانوي المرحله الاولى منه وهي اللي طبقوا المرحله الاعداديه المعايير تنص لحد ما يجبر 6/20 في العمل السنوي انه ينطرد. والمرحله الثانيه من التعليم الثانوي حد ما يجبر 7/20 ينطرد. يقين ايش تخلق ذلك؟ عندنا اعداد هائله تعود ما جبرت الا 25 وترجع في نفس المؤسسات وتم فيها لان فيهم ثغره غنويه يستغلوها. الاصلاح الثاني اللي يدير ان للناس اللي اعمارها فوق 22 سنه واللي في المؤسسات العموميه اللي والشيء اللي وضعيه تقول ما هي قانونيه ان حد منها ما يجبر نقطه فوق 25 انه اللي مات له حق له ما عنده حق انه يترشح تلقائيا انه يعل في نفس المؤسسه ولا هي يمشى تعود حسب ظروف حسب المؤسسه المعنيه. كل مؤسسه عندها تعود هي تقريرها وتقيم التلميذي وتعرف كانوا حسب مساره التربوي وحسب مستواه وعمله السنوي يا كانوا يا الله يبقى والله ما يبقى. اذا لا ينعطى فما تياها صلاحيات مديري المؤسسات ولا يعود لان الرسوب انها حق اوتوماتيكيه. هذه هي اللي هذه بعض الاصلاحات والهدف منها كامله تدخل في اطار اصلاحات اخرى جذريه تهدف ان التحسين من جوده منظومتنا التربويه ومن نعود للمعطيات اللي عندنا وللي واحدين فيه انه قد يحقق نتيجه. لان دوله ناميه تصرف مصارف هامه في قطاع التهذيب ومع ما تعود فيه كم نتائج هذا ما قد. ثانيا هذا لا يمكننا مناش من ان نفتحوا نوافذ عبور لشور التكوين المهني
وشور نوجهوا التلاميذ شور فرصه اخرى تقد تعود السل هم ينجحوا فيها وتقد تعود هم اللي احسن للمجموعه الوطنيه وتمكنوا هم من مزاوله النساء. هذه اجمالا هي اللي وهذا مش من تشخيص واضح لي ان كيف قلت لكم اعداد للاعداد اللي زايده على 22 سنه لاحظنا هذه السنوات الاخيره انها تفاقمت بصفه غير معقوله، زادت حكما مشات من حوالي 6800 من 2015 اليوم 11800 حوالي زادت مشات من ضعف واذا لم نخلوا بصفته ذي لا يعود تنظيم امتحانات ولا يعود الضغط على والمترشحين ما عندهم نفس الكفاءات ولا عندهم مثلا شي ما عندهم هذه هي الامور الاساسيه اللي كانت طرات في اخبار هذا التحسين من ترشح شهاده البكالوريا واشكركم. شكرا عبد المجيد الابراهيم. سيد الوزير طبعا هنالك الكثير من اللغط يجري في الداخل في المؤسسات التعليميه الوطنيه خاصه في ولايه الحوض الغربي، وحديث عن احاله بعض المدرسين ربما لاول مره في التاريخ إلى القضاء وتوقيعهم يوميا على عند المحاكم. ما جديد هذه الأزمة في ولاية الحوض الغربي وإلى أين وصلت حلولكم لها؟ في الفترة الأخيرة السيد الوزير أجريتم ملتقا لمنسقي المواد حول النظام التربوي الجديد أو المقرر الدراسي الجديد، لكنه لحد الآن لم يصدر مرسوم وزاري بتفعيل هذا المقرر الجديد، ما جعل المدرسين خاصة مدرسي الأقسام النهائية أقسام المسابقات في ربما حيرة، هل يدرسون البرنامج القديم أم يدرسون البرنامج الجديد، وهل سيتم الامتحان أو باكالوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية في البرنامج القديم أم في الجديد، أم ستكون هنالك خلطة ما بين البرنامجين؟ الآن أنتم كوصية على القطاع أين وصل إقرار البرنامج الدراسي الجديد؟ هل تم تفعيله؟ هل على المدرسين أن يعملوا بالبرنامج الجديد أم عليهم الانتظار إلى حين المرسوم المقر لذلك؟ شكرا. شكرا سيد وزير. سيد وزير، فيه رسالة جاتك من طرف بعض التلاميذ على مستوى مقاطعة وجفت تتعلق بثانوية مقاطعة وجفت، فيها قطعة أرضية تم الحاكم اقتطاعها من طرف من الثانوية وعطاها لبعض المواطنين لمستوى المقاطعة. نبقوا نعرفوا هاي الرسالة اللي جاتك إلى حد الساعة حسب اللي قالوا لنا بعض التلاميذ ما فاتوا جبروا شي في قضيتها. نبقوا نعرفوا الثانوية اللي حد الساعة ما عندها أستاذ واحد علمي، ما فيها باك لها 7 سنوات، ما فيها باك. الناس تنجح من 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 المقاطعات ولا بد تسكن فطار ياك تجبر بيد قد تزاول في دراستها. هاي المقاطعه سيد وزير تعاني من ياسر من مشاكل سرت المشاكل الدراسيه. ثانيا تم اغلاق 36 قسم على مستوى المقاطعه السنه الماضيه، وذي السنه تم اغلاق 26 قسم. نبقوا نعرفوا سيد وزير هاي المقاطعه مشكلتها شنو؟ وشكرا. اولا كيف دائما نحثني وحصولي زملائي نختار اولا في بعض التحري المصداقيه في بعض المعلومات اللي لا احد يقول وقد وضع عن حسن نيه باللي او بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وانتم المهم قضية الحوض الغربي اللي مطلع على القضية واللي وحد يوقف يقول هي قضية متعلقة بالمدرسين محبسة ظهر لي من بعد، ما هدفه تنوير الرأي العام على ما يجري على الساحة؟ فهم بعض الإصلاحات، احنا مسؤولين عن القطاع ومسؤولين عن تسيير موارده ومسؤولين ملي عن توفير وكيف شرطوا لي الخدمه التعليميه.
على مستوى المقاطعة قام بعض قام على مستوى جميع الولايات وجميع المؤسسات قمنا بعملية نعرفه اللي عندنا من الموارد البشرية شنو هو تخصيصه وشنو هو فعلا على أرض الواقع التنظيم والتخصيص المعدل. مقاطعة الحوض مقاطعة العيون خاصة لتحقوا فيها فائض للي في المؤسسات وللي في المدارس خاصة مستوى التعليم الأساسي أكثر من الحاجة، وفيها 150 معلم تم منها زايدة في المدارس وتم تحويلها القرى ومدارس أخرى فاصلة فيها. ذا هو اللي خلق وذا هو القائم به وزارة التدريب الوطني. للي هم ما كنت تخلط معاه الشيء خلق أولا ما هي عملية تربوية خالق واحدين ولا كانوا تلاميذ ولا كانوا مقراي جاءوا عقب الساتة والله المغرب المدير المكتب مدير الجهوي ودق دقوه ودي قضية بين السلطات الأمنية والقضائية وأنا ما راجعهم شنو ولا تعنينا ولا هي الله ملي به اللي يسوى به اللي فهم حرمة كاع الممتلكات العمومية والخاصة هي قضية ما تعني لا نتكلم فيها ولا راهم اللي هم من هو ذلي آخر واللي مقيوم عليه إن واحدين ويقولوا عليات والله ما يقدمش والله لا غير ذلك تم تحويلهم حسب معايير فنية وحسب المتطلبات وحسب حاجتنا ولا قامت فيها اي مشكله ولا خرجت فيها. دول اخر قضيه اخرى خالقين واحدين جاء المدير مكتب المدير وفي وقت كاع ما هو وقت مداومه ودا حميد ودقدقوا ومدتهم راهي عاد الحبس والله طلصوا على ما كاع ما في اخبار ولا يستولوا عنه. اللي قلته في اخبار البرامج اولا هو فعلا احنا قمنا بمراجعه البرامج في اطار النوعيه وفي اطار جوده التعليم جوده القائم به في اطار تحسين من نوع جوده التعليم. قمنا بمراجعة البرامج على المستوى الأساسي وعلى المستوى الثانوي. بالنسبة نظرا لأهمية الإصلاحات اللي دخلت على المستوى التعليم الأساسي ونظرا نملي لأعداد المدارس والأعداد وأعداد المدرسين للمعلمين ارتئينا أنها يعدل عملية تجريبية ومقوم بها الآن بعض وهي اللي على اساسها لين تو العمليه التدريبيه اللي هي ينكتبوا الكتب الجديده ويكونوا على مستوى جميع التراب الوطني وتبدا ان شاء الله وراجينا من التعليم. اللي اشرت عليها على مستوى التعليم الثانوي شنو؟ احنا عندنا شنو قالوا منسقين مواد، ومنسقين المواد من مهامهم انهم يعاونوا زملائهم الاخرين في اداء وفي تحسين من من من, من العمليه التربويه. ونظرا اني للإصلاحات اللي دخلت وللتغييرات اللي دخلت ان نختيرها تم تكوينها على مستوى كل مؤسسه. عندنا ورشات جهويه لجميع منسقي المواد وتم لهم التكوين ولوك المنسقين هم اللي قاموا هم اللي عندهم مسؤوليتهم لا يقوموا على مستوى كل مؤسسه ويعودوا يكونوا ذوك يكونوا زملائهم. والمفتشيه مفتشي التعليم الثانوي عاكف الان على برنامج لدعم هذه العمليه وهي متفاركين مع اجراءات لا يتم فيها لا مركزيتها نعدوا اقطاب المفتش التعليم الثانوي اللي ياك تواكب دي العمليه ولا في خلبطه كان في برنامج جديد. البرنامج ترك لا واحد وتم برنامج البرنامج الجديد معتمد وتم بتعميم هناك تعميم من الوزاره به اللي هو البرنامج ما السنه الاولى يندار ما ينقبض له المقرر يعدل له تعميم بتطبيقه وينقبض الين تفوت نهاية السنة ويجونا تقارير ونعرف شنو هي التحسينات اللي دخل فيه حد يتم اعتماده بصفة نهائية ويتم اللي مع ذلك تغيير الكتب اللي يلا وهذه مسطرة قانونية فنية مسطرة فنية معروفة وتتبع لها ولا فيها أي خلبطة بين والمفتشيات مفتش التعليم اللي إن شاء الله ولا يتم ده مركزيتها والمفتشين يتابعوها كلهم عنده بعض المؤسسات الثانوية وبعض في الولايات يتابعها وان شاء الله لا يتم العمل بينهم خلال السنه الين نفوت شوفه حد المقرر اللي عند البرامج لا هي يعتمد يقير تم فيه تعميم من الامين العام للوزاره بنهاية البرامج انها تطبق وانها تعدل. اذا ما فهم فراغ ولا فهم نعم للي قال في اخبار ثانويه وشفت لا كيف تقلت الماده اللي احنا بالنسبه لنا ثانويه وحيطها وتحويشتها ومحيطها ما في اي مشكل ما داخل حد اليوم ولا فهم حد باني في نقر تحويشت اذا كانوا بصفه بسيطه بتحويشت المؤسسه والله قاسيه ايش خالق ياكم نعرف قضيه خالقه قطعه ارضيه مسافتها معينه
قط نعطات قالوا انها اباء التلاميذ عدوا محضر انها انها المؤسسه. وليه جات المؤسسه؟ قبضت حاجتها منها وحوطت عليها وعادت فيها هناك. بقى طش من ذيك التراب وقالوا انه خالق بعض الاستاذ مليار انهم اصلا يشوف زمن الصيف ويقربوا من المدرسه في مساكن ملي تامبورير مؤقته ما هي، واعطاهم الحاكم انهم يسكنوا حياه قاع ما يضعوا خسر لحد شيء شم التلاميذ ولا يقول حد حد فعلا البراوه اللي قلت واللي كنت كتب قاع في الانترنت وعدل انكم انتم اللي ست وجفت ان التراب انقسم وانقصرت يعني ما خالق منه شيء. وهذا اللي ما يقد حد يقول اللي قد يوقف يقد يوقف فيما يعني فيما يعني لاغلاق المدارس. احنا اغلاق المدارس قلت احنا كيف قال الدوله اتجهت منذ سنوات سياسه تجميع. احنا عندنا سياسه تجميع المدارس اولا فهم سياسه تجميع القرى الكبرى وفهم سياسه مولي تجميع المدارس. احنا اللي خلصوا لي سنتين ولا ساعه كانت عندنا شيء حوالي 4000 مدرسه وفيها واللي تام منها اليوم مكتمل مدرسة مكتملة حوالي 35%. ذي جهود اللي قام بها السنوات الماضية تم سياسة تجميع ورجعناها ل 3160 مدرسة الموجودة. غير هذه 3160 مدرسة ما زالت فيها 1500 مدرسة ما أعدادها ما يلحقوا 90 تلميذ اللي ناصر عليها الخريطة المدرسية وفي محيط ملي 3 كيلوات. هذا أولا ما خارج قاعد دولة قد تشي ولا عنده مردودية تربوية. وقال راي ما يجي والتلاميذ هم اللي ما يقرا. السنة الماضية واللي قمنا به الآن طرحنا معايير قلنا خارج محيط غرائب معين توفر فيه الخدمة المدرسية. المدارس اللي تحت سقف 40 تلميذي عام الأول نظرا ما قام اللي ما جاوا معنا في سنة التجميع ما وفرنا له مدرس. يقير مدرسية هون واللي يبقى التلميذ اللي يبقى يقرا فعلا خارج المناطق معروف انهم كثافة السكان ضعيفة ومعروف انهم تباعد الى غير ذلك واللي اخذنا بالاعتبار ذاك معي. وعندنا استراتيجية يقام بها وفهم معايير ونعدوها مع السلطات الادارية ونعدوها مع اباء التلاميذ اللي في القرى والمدن في القرى اساسا والمحيط الريفي اللي يبقوا يجاوبوا معنا فيه واللي جاوبوا معنا فيه نجبروا حل ونديروا ونوفروا خدمه مدرسيه ونوفروا مدرسه عندها بعض النظم وتقدر تمكن اولا التلاميذ من نعود المدرسين موجده وان التلاميذ يتابعوا بطريقه. الاخر شاك حد اللي يتم شاك حد لا يتم حد يقعد وتقطع عدلته مدرسه نظرا لغرض سياسي ويقول هاي مدرسه فلان ولاني ماشي عنها واللي مدرسه فلان ولقى الراي وتركها كاع ما هو فهم ولقى الراي ما هو فهم. هذا احنا الدوله ما هو راي عندها ولا هو مصلحه وقرارات اللي لا رجعت فيها. يا غير اللي نتزون الفرصه نقول واللي يلا نحسوا به واللي يلا نقولوا ان التجربه فشلت والمدرسه يلا هي اللي نجاها والمدرسه تقدر توفر الخدمه. اولا متابعه بعد قاع المسائل المدرسي بي اللي المدارس اللي قال لكم وقال لكم تركها ما خلينا نقرا وهي كانت تفتح مدرسه بريده معين وتعطي 4 سنوات وخمس سنوات ما سجل فيها حد من جديد ومردود يتصل قاع ومن نجح في كونكور ومن ينقاس ولا قاع ما شادين اخبار وقطع شفنا فرص عام ماضيه وشرحنا للراي العام به اللي ما نقدموا انتم عندنا حوالي 1500 مدرسه فيها 800 والله 7 ما ينجح حد في كونكور 700 خرج ما يلحق حد في كونكور ونعود نخزو بالتركه وتعطي مدة 4 ايمان ولا 5 و6 مقفوله قاع عندنا. وذي سياسه تجميع عندنا وفيها تجارب ناجحه على مستوى القرى ناجحه حتى خلاص اليوم بيك تحواش والشامي وبراد التجمع القروي ناجح ويوفر خدمات الاساسي وحد خلاص ملي التجارب على مستوى المدارس عند الحمد لله تجارب ناجحه فيها. مدرسه بولات كانت فيها حوالي 12 مدرسه صغيره مثل شيء ولا كان حد ينجح فيها في كونكور. اليوم عندنا مدرستين في بورات كلهم فيها حوالي 500 ما يزيد 500 تلميذ وعام الاول نجحوا كاملين في كونكور. اللي صابها الله اللي فتحت يامسه هي وطاح فيها ولحقنا حوالي 240 تلميذي جات اليوم في السنه الاولى ما كانت عندها اي فرصه قاع انها الولوج. اذا هذا فهم مسائل جوهريه فيه وتخدم نظامنا التربوي من نفسه ومستقبل ابنائنا
ويلا نفهموا ولا انتم ولا نقولوا هذيك المدرسه نقروا ما كانت مدرسه قاعده كان يقرا فيها. اشكركم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا مولي بدوري كان لي شرف اني نقدم بيان اليوم لمجلس الوزراء حول خليج نواذيبو خاصة فيما يخص وضعيته البيئية. كيف تعرفوا مدينة نواذيبو مدينة في خليج، والخليج عنده بعض المميزات، انه اولا المساحة الجغرافية في التراب اللي فيه انه قصيف حتى، وانه الخليج اللي فيه انه خليج ملي اساسي ومهم بالنسبة للتنوع البيولوجي وبالنسبة لمصادرنا المائية بصفة عامة. وهذا الخليج اللي ده هو انه كثرت فيه استقلالات للصيد، استقلالات للمناجم، استقلالات معددة، استقلالات حضرية. وهذا في الحقيقة انه يهدد استمرارية الاستقلال بطريقة مستديمة لهذا الخليج اللي ذهب. وهذا التعدد اللي ذهب انه لين ما ينظم ويؤطر انه قد يعود عنده انعكاسات سلبية على 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 البيئة لهذا الخليج، وعلى اللي يعتبر جزء اساسي من منظومة تسييرنا لمواردنا المائية بصفة عامة على قرار حوض أرقي. وفي الإطار قررت الدولة بعض من القرارات فيها اللي يخص ذات وطبق يخص اللي قال له صناعة دقيق السمك، وفيها اللي لاهي ينظم كامل اللي فرسمه كاملين اللي يجوا البحر، ينظم الطريقة اللي يعدلوا بها مستوى علمي، واللي ما التفريق لمستوى البحر يعدل بطريقة علمية، واللي ما قد يفرق في البحر يجبروا له آليات من أجل تكراره من جديد صور السكلاج، والله مولي من أجل تفريقه على اليابسة في منطقات يعني بعيدة عن خليج الرحب. من هذه الإجراءات اللي انقبضت على عجالة هي التوقيف الفوري لكافة مصانع دقيق السمك اللي ما تحترم بعض الشروط اللي في الدفعات رأيت لزامها، وذيك الشروط حصرناها على ثلاثة، هو عدم ضخ مياه ساخنة في البحر، عدم ضخ مياه ملوثة فيها عناصر عضوية ديزينيما أورغانيك، وعدم دخان فيها الرائحة. هذا القرار انقبض له 15 يوم بعد زيارة وبعد تقييم الوضع، وتم تنفيذه على الواقع، ودرعوا لكم باتصال بسكان مدينة نواذيبو يدرعوا لا لاحظوا ذاك التغيير المعتبر منذ انتشار القرار. اخترنا مولي انقبضت له آلية من أجل أنه تعود متابعته وتطبيقه فوري، وانقبضوا له مولي إجراءات في حالة حد تخطى القرار من نفسه، إجراءات ديسيازيف ردعية من أجل أنه ما يتكرر. هو قفيل المصنع لفترة من الزمن محددة، ولا يتكرر من جديد فهم إجراءات مولي عقوبة أخرى. الإجراء الثاني هو على أنه في إطار كيف تعرفوا إحنا دخلنا في نظام الحصص، وإحنا ملزمين أن نستخرج من البحر هاي الكميات اللي مخزون لبعض اللي قابل للاستخراج مع استمرارية الثروة، ملزمين به اللي هي ثروة اللي تفوت تنقبض من البحر ما دامت فيه ما هي ثروة، غير ملي ملزمين أن الثروة اللي تستخرج طريقة تمكن أنها تعدلها معالجة التثمين أحسن من معالجة التثمين الخالق دارك اللي هي دقيق السمك. وهذا انقبض على مستوى البواخر كاملة، لأن ابتداء إن شاء الله من السنة الجاية أعلن الولوج للثروة قبل ينعطى، اللي هو الحصص قبل تنعطى
لازم عن آلية الإنتاج تعود أجري مرخص لها حسب المعايير اللي لها يتمكن عندنا المنتوج يبجي في ظروف جيدة يمكن من معالجته، وحتى انه اذا عاد قاع عليه وعالج منه شيء في دقيق السمك يرفع ذاك من تواجد البروتينيات فيه. طبعا على الروائح اللي دروا منها ساكن تنوذيبو، لانها فعلا شاركت فيها مصانع دقيق السمك، يقير ما هي المصدر الوحيد الدقيق السمك، ما هي المصدر الوحيد لهذه الرائحة. ثم عدة مصادر أخرى، منها حتى النفايات المنزلية اللي تنصب في الخليج، منها الزيوت اللي مستخدمة على مستوى بعض من البواخر، وهذا كامل من قبل إجراءات تنظيمية من جهة، وإجراءات مملة هي تمكن من ردع المعاملات اللي ما تتماشى مع 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 المحافظة على بيئة والتنوع البيولوجي في هذا الخليج. هذا هو كان الهدف من هذا البيان اللي قدمنا اليوم للوزراء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. معكم علي المهنة المحقق. سيد الوزير، نهنئكم على هذا القرار النهائي اللي اعددته. قال سيد الوزير فمشي قاع اخطر من ذا، ثم فتوا اطرحتوا شروط لنقل الثروه السمكيه من البحر وهذا المصانع، وطرحتوا فم شروط على ان مؤسسه ما عندها شيء صحي كيف تترنات الامنيوم هذو اللي فم عدته، وطرحتوا مودي كوسيون ضمان 30 مليون انها ما تقوم بها. اخيرا السيد الوزير ظهر لان خلق فم فيه تقصير خلق، بما ان فيه فم سيارات كانوا يرفدون مباضيت، كانوا يرفدوا جرافيا، تشوفهم حالا لحاجه البحر تنافس تلك المؤسسات الثانيه اللي فت انتم طرحت لك الشروط، ويك الشروط طبعا مطلوبه من الاتحاد الاوروبي ومن الشركاء الاقتصاديين، الحفاظ على صحه المواطن والحفاظ على ورك. فم طبعا منافسه قويه ونزاع قوي بين الناس اللي طرحت كوسيون والتزمت لهذه الشروط اللي طرحت وزاره الصيد، وفم واحدين اتخلاوا بها، وطبعا عندهم نفوذ قوي على البحر حالا وتقدوا تشاهدوهم. فم بنات وفم الوتات اللي قاع ما هم برسم اللي كنتوا تتكلموا عنه، هم من سببه اولا البيئه، سيارات فترة عمرهم الاستهلاكي عمرت اسمها وفوق ما تدخل، وهم حالا ينافسوا الناس اللي طرحتوا انتم هذيك المعيارات اللي طرحتوا. لماذا يخلق هذا التقصير السيد الوزير؟ وشكرا. وزير حتى لاحظنا معي الوزير انكم قمتوا اخيرا بزياره لمدينه نواذيبو وبداتوا بالبونتيه، وقطعا قمتوا بجوله داخل حسب الشاشه ببعض المناطق حساسيه داخل البونتيه خصوصا مصانع الدقيق السمك، حتى عنكم وقفتوا على شكليه السمك اللي بالكارنيه دي شارج اللي مسموح له بشاك ايزين تعود عندها لها انوتيزاسيون. يبدو علينا قد عندهم خربطه خلقت شوي، هما عندهم دي سبيس كانوا لي سردين اللي هما سبيسيالما كونسي بور لا فابريكاسيون تاع السردين، والله عيا وعدلوا زاد هما اللي ديك جراتيان ويديروا ضافيات. قطعكم زرتو راعي بكم معكم الحمد لله، عدتوا تري فيجي لا مسيو ميزر اللي حدكم قفتوا على ان ستوك دو باسون بور فيريفي كان لا كانتيتي دوماندي هي اللي اي تي بيشي، وقيمتوا من عند البونتيه واتجهتوا شين قال له سي جي بي. سي جي بي مع الوزير فيها ان بونتون قديم من 1924 اللي مكريه منه سي جي بي، من طلع معزي وطلعتوا على الكاربي اللي فيه اسبيس دو باسون قالوا طيو الشكليه من حوت تستعمل في لاس بالماس يقولوا لك هول اسبانيا وتحوت هون قاليه، وهون اشخاص نعرفهم فهم نواهب هم اللي يشروها من عندك صيادين. زرتوا انتم اللي طلعتوا شهرهم بليده ما قطع طلع حسابكم من طلع على زيك البليده قبال بالضبط، هي اكثر هي مضريه على المواطنين خصوصا ما يتعلق بالعريقيب. بدل عدوكم زاد مولي فهم رايحه متن منها طيو هاي طيحته ابتنه لانه في ماده خطيره تمرق منه ديك الماده يسمعوا الكانسر. من طلع على زيك كانكم اتخذتوا اجراءات صراحه ضدها الناس وطيتوا اجراءات على ان حد لا يعود فهم، اول ما بعد قام يعود اجنبي
الناس اللي زرتوا راكم شفتوا الكليسي شري تري تراديسيون من دراك كانكم عارف زي كانكم قررتوا على الناس يطوروا شويه من مانع عنهم يقدوا لاين الصاعقه بعد كي قلتوا لهم انهم يطوروا شويه ديك التقليد يعودوا ان بو مودرن ذوك يعادلوا عود من بروبيتي انيجين ذوك رجال عمل اللي صرين يعملوا كل عشان من دراك كانكم عطيتوا. شكرا على الاسئله. شكرا على هاي الاسئله القيمه. نختار رافريشير لا ميموار. نختار نقول عنا احنا عندنا الحمد لله منطقه خالصه تبلغ 230 الف كيلومتر مربع، وعندنا مخزون قابل للاستخراج 1,800,000 طن. وعلن هذا المخزون القابل للاستخراج انه العهد قريب هون، نحن ما يفرق على ارض اليابسه ما هم ما بين 5 إلى 9% من كل جلو كله يتم استخراجه بواخر اجنبيه ومسافنته على في المي اعماق ما جال الارض اليابسه الموريتانيه. لماذا؟ لان يخصنا ياسر، تخصنا بنيه تحتيه لا يتمكن من التفريق، يخصنا راس مال قابل انه يجيب البواخر والمنتوج اللي يتستخرج يتم تفريقه على ارض اليابسه. الناس ما هي قابلتها، الاوروبيين ولا الاجانب الاخرين يختاروا يستخرجوا ثرواتنا ويمشوا بها من اجل يعملوا بها شرايكم هم الموجوده على مستواهم، وهذا طبيعي. يقال احنا عندنا هدف ان للقطاع ندمجوه في اقتصادنا الوطني. ونختار نذكر عن 2009 ان 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 ان, إن ما عندنا من موانئ ما هو ميناء انواذيبو وحده اللي قال له الصيد. وللاسف 2009 ميناء انواذيبو ما كانت تتفرق فيه اي سفينه، لان الطريق اللي وعدته كانت ملانه من حطام السفن من نفسها، واللي منهم خاطرت يا كان هم اللي تلحق الميناء تجي الميناء ما فيه المياه ولا فيه الضوء ولا فيه الصرح الصحي ولا فيه اي خدمات لا يتمكن هذه السفينه انها تفرق في اطار منظم واطار مسؤول ويعطي الخدمات الاساسيه الموجوده. وبالتالي ما يجي صدفة وبقرارات من رئيس الجمهورية هو تم نزع حطام السفن، وهذا اللي ياسر فمات إياها، وتم إعادة تأهيل الميناء، ولين فات البنى التحتية اللي عندنا يسوى كم قدها وعدل لها تأهيله، حد إن الدولة ثلاثة تخمم على إنها تعدل انتشار أوسع وأخذ تحكم في هذه الثروة أوسع، وهذا الإطار واللي خلقت الاستراتيجية اللي تهدف أساسا لمرتنة قطاع الصيد. مرتنة قطاع الصيد مرتنة يد العاملة، مرتنة رأس المال اللي يعدل المعالجة على الأرض، ومرتنة رأس المال اللي يستخرج الثروة، وهذا يتطلب تكاليف معتبرة. وبالتالي احنا مشينا من ذي بين 5 إلى 10%. اليوم قد نقول لكم عن 2017 تم تفريق 46% من مخزون القابل للاستخراج على الأرض اليابسة الموريتانية، هذا ماشي بين 10 إلى 5% 2014. هذا يتطلب طاقة معالجية مهمة معتبرة، لأن هي الباخرة خاصة اللي قال الأسماك السطحية تجيب 200-300 طن، وعياء يجوا 3 و4. هاي يتطلب عن قدرة استيعابنا احنا للمخزون القابل للاستخراج انهم اللي تنمو حسب النمو اللي يخلق للاستخراج، وهذا جاي من بعيد كان، وبالتالي يتطلب الوقت. نختار نقول لكم عن الاستراتيجية في اطارها، هي اللي عدلنا برنامج لإعادة تأهيل هذا اللي قال له مصانع دقيق السمك، من حيث ان دقيق السمك ما يعود موجه له الاسماك الكامله والصالحه للاكل البشري، يغير موجه له للنفايات، وهذا يطلب الوقت، لان حين نستخرجه وتجي 200-300 طن ولا عندنا طاقه على المستوى سيعه على المستوى الارض ان ذي المعالجه ذي الكميه الهائله الجايه ان نعالجوها بطريقه تعود صالحه للاكل البشري،
معناته ما عندنا دي كونجيلاتور، ما عندنا آلة. نذكركم 2014 كان من المؤسف بالنسبة لي على اني قبضت قرار شهر أغسطس 2014 بتوقيف الصيادة اللي نقال الأخ طابور. وقفناه لماذا؟ ما به النمو خالق كان معرم، وقفناه بهن قدرة استيعابنا على الأرض. السعة اللي عندنا ما كانت تلحق 20,000 طن. هو اللي نجيبه ويجيبوا الصياد رافدو، ولا ليش بار حد يشري ذاك الوقت لا يخسر والله يعالجه. وفرعوا علينا نعدوا، هي أول مرة هم لتا يخلق اللي نقالوا توقيف تجاري ما هو معتمد على المعايير البيولوجية والله العلمية. وقفناه لأن الصياد عاد لين تلاو يجيبوه كونجيلاتات متلاو لين يجيبوه لا يخسر، وبالتالي يخسر الأرض لا يقوم السعر قام. طبعا من خلال هاي الاستراتيجية إنه مشينا من 2014 من 20,000 طن إلى ما يناهز 60,000 طن 2017، وهذا فضل هذا التفريق، لأنها هي معطية تلف إلى بول. من رأي كانيانا إذا جبت استخرجت بطريقة جيدة وجبت حوت بطريقة جيدة للرصيف، من رأي كانيانا نجبر حد يشريه. هذا يقول المنتج، يقول مولي المصنع، من رأي إذا استثمرت في مصنع وعدلت من رأي كانيانا نجبر المنتج. معناه لا بد يمشي ذا بالتوازي، يجيب ذاك شيء ويتقدم ذا إلين تلحق المنظومة توازن فيها. هذا هو نختار طبعا ان المنتوج الصحي الموريتاني انه هو اجود منتوج فضل ذيك المعطيات البيولوجيه والمناخيه اللي متواجده في منطقتنا، انه افضل جوده للمنتوج. نختار نذكر عن مستوى الوزاره، عندنا المكتب الموريتاني للتفتيش الصحي والاحياء المائيه انه من اجود المخابر المتواجده في شبه المنطقه، وحاصل على كل الاعتمادات الدولية المعترف بها والجودة في ذلك ينقال له المختبرات التحاليل اللي ما تخص المنتوج السمكي. معنا عنا مرتاحين بذيك الروان. غير من واجبنا مولي ان شيء كامل نقد ونحس انه يقد يؤدي خطر على المدى المتوسط ولا المدى البعيد، هذا هو دورنا وهذا هو شغلتنا ان نحضره اليوم. وفي الإطار اللي ذا هو الوسيلة للبيان خلق، لأن راعوا إن لين ما نقبل إجراءات حاليا ونتلاوى ننظموها إن قد يعود لا يخلق لنا تهديد في المدى 10 سنوات 20 سنة القادمة. وهذا هو دور الحكومة ودورنا إحنا كقائمين على القطاع. هاي الإجراءات اللي نقبلت إجراءات للمدى القصير، والله قاعد نقول على المدى الآني دي تان ريال، يغير فهم إجراءات على المدى المتوسط والمدى البعيد. هو ان ان ان, إن منطقه نواذيبو انها منطقه ضيقه وانها فيها استقلالات متعدده وعياده عود قاع متنافيه بينها، ومن المهم ان من الان صاعدا ان نتخمم كقطاع على استقلال المنطقه الشرقيه من الخليج من نفسه، هذا لا من تخمام المتبارك نعدلو من اجل استقلالها بطريقه انشع باش يتوسع. على كل حال اجراءات انقبلت، الاس اي جي بي قلتو انا من نفسي وقفت عليها، وهذا لا معالجه ولا عندهم اللي هو السوق يقر يخلص انها كانت معالجه بدائيه انها تحسن شيئا فشيئا. يقر ان اللي نقبل معالجه بدائيه بها اللي سوقها ما عنده ذيك الشروط والالتزامات اللي لا بد له منها، ما هو كي السوق الاوروبي ولا هو كي السوق الدول الاخرى. هو وعد سوق الدول الناميه، وعد بعض من الدول جيراننا واخواننا في افريقيا، وتقد تعود ما هي مشترطه ذاك من الشروط الصحيه اللي مشترطين الاخرين. يقير من واجبنا احنا ان نرفعوا من اداء ونتروه لفوق لتيري فان لو هو باش تعود جودته تتناسب مع جوده كافه منتوجاتنا السمكيه يسوى هي منين متوجه. غير بعد صحيا وصالح نقبل اجراءات فيما يخص الزيوت للريفرسمان تدفق الزيوت باطع في الخليج من نفسه، نقبل اجراءات فيما يخص
النفايات المنزليه اللي تنشبر واللي وفم اجراءات منظومه فيما يخص النقل. وما هو النقل وحده، هو احنا من ضالتنا احنا ماشيين من جهه اللي اي روايه لا يتمس المنتوج مالته تعود على المعايير الدوليه. الباخره اليوم على المعايير الدوليه، بقدر ينقال لا ماني تنسيون على البحر مالته تعود على المعايير الدوليه، بقدر ينقال للترانسبور النقل الحضري والنقل اللي بين المدن مالته تعود على المعايير، ولين يفوت يوصل بل نقطه الاستلام مالته تعود على المعايير. معنى هذا كامل متابع، واللي فهم فقرات فعلا من اللي قالوا قانونيه وتنظيميه من مرات الدور تنقبل ان شاء الله في القريب العاجل سابق نهايه 2017 باش تعود قابله للتنفيذ نهايه 2000 بدايه 2018. حتى نقول عن النتائج حسب التحاليل المخبريه اللي 15 يوم اللي فتنا عدلنا انها جيده وتوحينا الحمد لله في تحسن بالنسبه للخليج. واشكركم والسلام عليكم. معالي الوزير، لدي سؤالان مختصران. السؤال الاول، لماذا لم تعلق الحكومه على تحويل اعلان الرئيس الامريكي نقل سفارته الى القدس؟ والسؤال الثاني، لماذا تجاهلت الحكومه قضيه الدرك الذي قتل في افريقيا الوسطى ثم بعد يومين جاء بيان من وزاره الدفاع يصفه بالقتيل؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي سؤال لنطرحه لكم، ان شئتم فلتجيبوا عليه بصفتكم ناطقا باسم الحكومه بالوكاله من باب تكامل العمل الحكومي وتحيله لمعالي الوزير المعني. هناك مشكله مطروحه، ونحن كصحفيين اعتقد انه لا خير فينا ان لم ننقل مشاكل المواطنين لكم كمسؤولين، ولا اريد ان اقول انه لا خير فيكم ان لم تستجيبوا لها. هناك مشكلة تتعلق بنقص المدرسين معلمين وأساتذة على عموم التراب الوطني، وحتى لا نذهب بعيدا لنتجنب الآية التي استشهد بها معالي الوزير، بينما كان مجلس الوزراء منعقد اليوم كان فيه عشرات من تلاميذ ثانوية البنين رقم 2 يتظاهرون أمام وزارة التهذيب بحثا عن أستاذ لمادة الفيزياء، لم يدرسوا مادة الفيزياء منذ بداية السنة الدراسية وهم على بعد عشرات الأمتار من مقر الوزارة المركزي. ايضا في الطويل هناك ايضا هذه المشكله تفاقمت ونتج عنها معتقلون ومصابون الى ما هنالك. كيف معالي الوزير كيف تفسرون تفاقم مشكله نقص المدرسين بهذه الطريقه على المستوى الوطني، وما الحلول التي قمتم بها؟ جزء اخر من السؤال، هناك غضب في النقابات التعليميه من عدم الالتزام بمعايير التحويل في مذكرات التحويل والترقيه هذه السنه، واعتقد ان اي شخص عاد الى مذكره الترقيه يمكنه ان يكتشف انها لم تلتزم بالمعايير. انا شخصيا اعرف اشخاص قطعا لا تنطبق عليهم المعايير وتم ترقيتهم. شكرا. يعني هل تم تدارك هذا الخلل ام انه لم تعترفوا اصلا بحصوله؟ شكرا. اولا فيما يتعلق بالسؤال الاول بخصوص تعليق الحكومه على القرار الذي اتخذته الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي بقرار تحويل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقي، موقف الحكومة واضح وبين. الحكومة ترفض وتندد بهذا القرار وتعتبر أن التداعيات المحتملة لهذا القرار ستكون خطيرة وسلبية على المنطقة، ولها أيضا تأثيرات خطيرة على عملية السلام برمتها. وهناك هناك بيان في وزارة الخارجية سيخرج بعد حين وستوافون به في الوقت المناسب. فيما يخص الدركي حمادي والصنبة، أولا هذا الدركي يعمل في قوات تابعة لحفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا، واستشهد يوم 4 والبيان ذكر أنه استشهد. بمعنى أولا بمعنى أن هذا الجندي أو الدركي إن صح التعبير كان يزاول عمله في مهمه في مهمه في وسط افريقيا
لحفظ السلام، والبيان خرج في الوقت المناسب، وكما تعلمون هذه القوة ليست تابعة لوزارة الدفاع وإنما هي تابعة للأمم المتحدة، وعليه في مثل هذا النوع من الملفات يجب التنسيق مع الجهات المعنية حتى يتبين الأمر كما هو كما وقع. وأود بالمناسبة باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات العسكرية وباسم الحكومة أن أتقدم بالتعازي إلى أسرة الفقيد وإلى القوات المسلحة وإلى الشعب الموريتاني بفقدان هذا الشهيد، ونعتبره مثالا للعمل الذي تقوم به القوات المسلحة لحفظ السلام في باقي مناطق العالم. السؤال الأخير يتعلق بنقص المدرسين، أعتقد أن السؤال كان مطول جدا، في بعض الأسئلة التي تمت الإجابة عنها، تفسير نقص الأساتذة أيضا تمت الإجابة عنه من طرف الوزير، والأمر واضح. أنا نختار نقول بن السياسة اللي كان يتكلم عنها الوزير المعني بالتعليم سياسة واضحة، نحن ما ماكن بن نعود عندنا الآلاف من المدارس اللي ما هي مكتملة، وبالتالي كثرة المدارس بطريقة عشوائية ما تسمح بضبط الحاجيات اللي تقد وزارة التعليم توفر بطريقة سليمة تضمن نجاعة العملية التربوية. ومن هون نختار نقول بعض الحالات اللي ذكرته بأنها أنا شاك بأن مادة يارت تعود مسؤولة، لأن يترضي أستاذ ما يارت تعود قضية، الأستاذ قد يترضي مرة يقير ما يارت تعود قضية يحتاج عليها رقاش، لا الأستاذ يترضي نهار والله اثنين لأنه ما هو مصحح، يقير ما يارت تعود قضية يرفع حد لها قضية ويقول لأساتذة خاصين، ما خاصين أساتذة في الأعداد المذكورة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.